الله يحفظك وتكون فخر لهذا الوطن. دكتورة، في شيء؟ إيه صحيح، ممكن نتكلم عن الانفراد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. بارك الله. الله يسلمك. كيفك؟ الحمد لله. كيف أمورك؟ تمام الحمد لله. العطاء في موطني له مشاهد كثيرة، سوف أكون مساعدا للغير تماما كهذا. أستاذة، ما شاء الله عليك يا عبد الله، تحسنت كثير بالرسم. شكرا يا أستاذة، أنت دائما تعلميني الصح. نرحب بكم في حفل اليوم الوطني 94، ومرحبا بأهل الفن وعشاق الجمال. اليوم هنا كوكبة من الفنانين، بل وهناك من الفنانين من تحدى الصعاب ليقول للعالم ها أنا ذا. في مناسبة اليوم الوطني سوف نكرم أفضل عمل فني وطني شارك في المسابقة باسم شعور. الفائز بأفضل رسمة هو شخص رسم بشعور وكانت رسمته تمثل وطن في يوم الوطن. يتفضل الآن راعي الحفل لتسليم الجائزة. الفائز معنا هو عبد العزيز محمد.